ليش ما في هذا مال شبي؟ شبي وين شبي هذا؟ تحت هذا الكبار. وين تحت؟ هذا لازم يربط يربط يا عمك، هذا لازم يربط. جيب حبيل زين في مال الكبار شبي موجود في مال. هذا لازم قوس قوس. وين ودي؟ ودي هذا مال الدجاج. دجاج ما شاء الله اكل حلو. ما ياكل دجاج؟ لا اكل هذا اكل. हेलो गाइस, सलाम अलैकुम, नमस्ते, कैसे हैं गाइस? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह का यहाँ पे 10 बज रहा है अभी कुवैत में। तो हमारा कबील घास काटने वाला, इतना छोटा छोटा घास है फिर भी काटने वाला, रमजान के दिन है अभी तो फिर भी नहीं छोड़ रहा है। क्या कर सकते हैं गाइस, आप लोग बता सकते हैं? इतना काम करके आया हम, काम करने के बाद भी बोलता है तुम क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो अभी साला उधर बैठ के है भी आएगा, लेस मैं शुक्र ऐसे करेगा, लेस मैं शुक्र। तो मैं उसको क्या बोलेगा, लेस का मतलब उसका जवाब देने नहीं पाएगा हम उसको अभी। तो हम इतना काम कर लिया गैस, देखो अभी धूप इतना पड़ रहा, देखो सूरज कितना भरा, गर्मी है यहाँ पे, फिर भी करना पड़ता है। और रमजान का थे मेरा रोज़ा रख के फिर भी करना पड़ता है इधर काम, इतना मजबूरी है। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं गैस, तो यहाँ का कपिल लोग कैसा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा कपिल अभी आ रहा है तो मैं दिखाता हूँ हमको क्या क्या भी बोलता हो। तो हमारा भाई साथ में है तो उसको मैं मोबाइल पकड़ा दूंगा, तो पीछे पीछे वो भी रहता है, उसको इतना अरबी नहीं आता तो उसको समझ में नहीं आता, तो हाथ में रख के सेट सेट से वो वीडियो बना लेगा। तो देखो गैस आ रहा है सलवा, अभी हमको क्या बताएगा, हमारे ऊपर गर्म होगा, चिल्लाएगा पानी नहीं दिया, उसके बारे भी बोलेगा पानी क्यों नहीं दिया। देख सलामुअलैकुम। وعليكم السلام. السلام عليكم. شلونك؟ زين؟ زين الحمد لله. شلون شغل؟ هذا روز قوس. لا علينا هذا في بال، هذا كبير، هذا قوس كبير بس صغير، لا شو قوس هذا كبير. شوف انت قول كله قوس. لا لا انا قول، انا فكر هذا ممكن كبير، اول سمسم هذا زين، اول كم واجد كبير، علينا هذا في صغير، هذا قوس زين. بعد جد سمك، هذا سمك، سمك معلوم، هذا في مال خيل، خيل في رود برا، هذا كل مكان هذا زين. بعد تيماي ماي تا ماي اليوم، اليوم في مطار يجي ممكن ثاني مرة زين، كل مكان هذا ما شاء الله. هذا لازم قوس قوس. وين ودي؟ ودي هذا مال الدجاج. دجاج ما شاء الله أكل حلو. ما يأكل دجاج؟ لا أكل هذا أكل. شوي شوي مو هذا، هذا لازم ياتي معي صادق اليوم، لا ياتي بكره، هذا لازم ياتي بكره. شنو ثلاثة يوم أربعة يوم لازم يبي سمك، هذا مال سمسم مال يوريا، يوريا معلوم، يوريا يوريا كل يوم، مو كل يوم، ثلاثة يوم أربعة يوم. لا أول هذا واجب كبير، هذا مال قوس، ودي هذا مال خيل ياتي زين، لازم ياتي هذا كله، هذا هذا مال هذا كبير ما ياكل، لازم هذا قوس زين. أتي دجاج ايه اكل انا معلوم، انت شنو معلوم؟ قال مني كل شجار حاجه ما شاء الله يا. ما شاء الله ما شاء الله. شو؟ ايه يجي بچا يدي ليش ليش ما في هذا مال شبي؟ شبي وين شبي هذا؟ تحت هذا الكبار. وين تحت؟ هذا لازم يربط يربط يا عمك، هذا لازم يربط. جيب حبيل زين في مال الكبار شبي موجود، في ما موجود كله خراب. ليش ما في كلام انت؟ ليش ما في ثلاثة نفر موجود؟ ليش ما في كلام بابا؟ يا بي مال تمر يا بي شبي، لازم ما شاء الله هذا حلو، ما شاء شوف اثنين هذا يطلع ما شاء الله. صغير بس هذا صغير، مو واحد مرة كبير، لازم سوي سوي صغير كبير هذا. هذا شوف هذا اثنين صح؟ ايه هذا هذا خلي ايه كبير خلي، هذا قوس زين، هذا تار، شوف شوف هذا هذا قوس، هذا سيل، هذا ما يبي انا اثنين ما يبي، هذا سيل زين، هذا سيل، هذا خلي، هذا زين حلو، هذا حلو زين.
وين محمد؟ نعم ايه الين نايم ما في محمد جو ما دقيقة انا كله شغل؟ لا ما في كله شغل لازم سوا سوا شغل. محمد ماشول انا مو ماشول مو في مشكلة هو نايم خلي في الصوم انا معلوم لازم احترام انا انا انسان مو انا آپ کو معلوم ہے میرا کام میں یہ ہے ہمارا کام ادھر انا معلوم کلو کلو نفرت هذا مال انت مادرا انت انت قاعد انت معلوم كله كله اي شيء معلوم انا اجي بس سب هذا جين بابا محمد انا معلوم معلوم ماسول بس انا من ماسول بس قول انت قول محمد بابا قول هذا لازم قص سب هذا كله قص انا كويتي ما في كويتي سنون كويتي انت كويتي انت قول ما في مشكلة انا بيرو بيت انا ما في وقت هذا كله سيبي خلاص ايه تمام شوف هذا جديد هذا يطلع هذا ما في شبه شوف شوف هذا اليوم يجي هذا جديد شنو اليوم جديد ما في اليوم جديد انت مو كوين انت شلون هذا نفر مالي ولا واجد مو خارانة هذا شوف هذا ما يبي كبير هذا جوز زين مورينجا اتي جيجاج كله جيجاج كله 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 جيجاج هذا هذا مشروع هذا اسمه علم سيم ما ادري والله هذا فول فول ما ادري فول معلوم فول غودي 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 معلوم ايه غودي معلوم انا هذا فول ايه انا معلوم هذا لازم قول هذا شوف هذا مال كينار خلاص زين كينار هذا كله خلاص هذا غوس هنا غوس سيل جتا جبالا برا انا ما يبي هذا اسكو نكال كي فيك دايغا ايوه غودي جتا جبالا ما يبي انا هذا ما يبي خلاص هذا جين 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 هذا كله جام مال نبدأ جين جام هذا مال بعد بخلا يجي هذا مال راس أنا يجي سوا سوا جين بس لما في جاي سوا شو ما جرى بعد يجي هذا ما في مشكلة ما في جاي جين ما في جاي لازم مال هذا في جام جام كله نبدأ هذا هذا جين أي معلومة أنا نبدأ لازم شو هذا شوف هذا شوف ما في نبدأ شوف 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 كله نادم زين في ديوانية والحمام مدبال ما لنا غرفة كله 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 نادم زين انا مو ماشي شنو مو ماشي؟ انا محمد ماشي ليش؟ انا وين شنو؟ كله نفرة صاح صاح سقول مو انت بس برو انا مو مو شوف ولا الين في مال سوم انا الين انا في سوم ما في انا كلام زاد انت انا جي جاي يا ايه انا خيل سوبر لا سيجاره ما هذا لا خيل اثنين نفر هذا في الشغل اثنين نفر مال جيجا شنو هذا انت ما في موك وين اثنين نفر انا ما في موك وين اثنين نفر في موجود مو موجود من اللي صار هذا انا انا مشغول انا النوم خلاص نايم نايم كم واجد وقت نايم وين واجد وقت داس هذا كم كم ساقوم كم ساقوم قول قول كم ساقول हमको मालूम नहीं है सुनो कुल आधा हुआ या मुख मजदीन आधा या लारो इंतरो लो दो ये लारो कल यादा सिर आयुवान आधा किधर जाने का मुख मजदीन इंतरो अभी हमको समझ रहा क्या तेरे को आयुवान आधा तेज जाना वाला मुझको आधा मुख माफी आधा मायर है भाड़ा आर्मी مايرا بار بھی آدھا ہوا انا کل چند سا کو مادا ما آدھری شنو ما آدھری اللہ نادا اتنی سالا سوگل انتے ما بھی سوگل خلدی بلدی خلدی بلدی شنو خلدی بلدی یا حیوان بلا رو رو انا ایدی رو بلو رو ایدی برچتا گئی گر تو گیس ہمارا کفیل بابا کیسے ہمارا ساتھ گر گر کر رہا تھا تو کیسا کام کر رہا بتا رہا تھا تو پانی دیا بولے گاج کو سب بھی کیوں نہیں کیا کھجور کا گاج کو تو ہم اس کو بتایا تھا ہمارا معصول نہیں ہے جس کا معصول ہے اس کو بتا رہا تو پھر بھی ہمارے اوپر گرم ہوتا کوئی بھی ایک مرگی کا بچہ بھی مر جائے گا تو ہم سے ہی بدلہ لے گا گھوڑے کو بھی کچھ ہو جاتا تو ہم سے ہی بدلہ لے گا یا پیر اور جھار کو کیا کچھ بھی ہو جائے گا تو ہم کو ہم سے وہ پلتا ہے اور باقی لوگ آدمی کو ایک بڈھا ہے ہمارا بابا اس کو کچھ نہیں بولتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا غریب کا یہ مجبوری ہے تو اس کو کیا بول سکتا ہے یہ لوگ کچھ بولے گا تو یہ لوگ بات مانتا نہیں
तो गाइस शुरू से आखिर तक हमारा वीडियो देखिए गाइस, तो कैसा लगा आप लोग को, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का घंटी को दबाना, और कमेंट में बता सकते हैं। तो कुवैत में ऐसे ऐसे काम होता है, तो आप लोग जो भी गांव से है या बिहार से है या इंडिया से किधर से भी हमारा है और बांग्लादेश से भी है, तो हमारा वीडियो ज़रूर देखें। तो आप लोग को ऐसे यहाँ पर काम मिलेगा, और बहुत जगह जगह ऐसे काम मिलता है, कुवैती हरामी होता है तो हम लोग बता देते पहले, और अच्छा कुवैती मिलता, अच्छा आदमी, अपना आदमी रहता तो आ सकता है, और पड़ोसी वाला रहेगा तो उससे भिजा नहीं लीजिए गैस। ठीक है दोस्तों, सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।